لقائي اليوم إن شاء الله مع الأستاذة فادية الطويل، من أكثر الشخصيات المرموقة في عالم الإعلام، وشخصية جداً لا تنسى. أخيراً أعمل حفلة، هزغرط يا شيخة على أعصابي والله العظيم، أنا قعدت كمان أنا عركت. إيش ده؟ مرحبا ندوش، مرحبا، نورتيني نورتيني والله بوجودك اليوم. يا بعد قلبي أنت حبيبة ترى انا روحي، فان، انا فان، يعني انا من الفانزاتك يعني بصراحة. وأنا كمان أنت بتعرفي شغلاتك عندي ونتابع بعضنا عن بعد، بس أنا بتعجبني كثير شخصيتك وبعجبني تفاؤلك، بعجبني إطلالاتك، كلامك، كل شيء. والله انا الشعور نفسه متبادل، وما تتخيلي قديش لما نطالع في مرأة قوية متمكنة عندها طموح سعت في حياتها، انا اشوفك انت يو ار مثل لهذه المرأة. يا وانا عمري بالنسبة انت لي كمرأة سعدتني بك، سعودية يعني فعلا، يعني لما حتى بس اتفرج مقابلاتك كده عندك كمية طاقة إيجابية وكاريزما. ترى ما في كثير سيدات عندهم دائما لا كاريزما، في كثير للاسف انت سيدات. حطيت فلتر يا شيخه، قسم بالله العظيم ها ماني عارف احط فلتر، كيف عادي احط عادي، فلتر انا اعلمك بعدين. عملت واحد حلو حلو كمان، اديكي حقي بعدين. حبيبه بس روحي؟ احنا بنعتذر من اللي معانا من جد، يعني ثانك يو لانكم ضليتوا معانا، بس بنعتذر منكم على هالخلل اللي صار معي. لا عادي، فأنا فعلا حقيقي أنت مثل أي مرأة يعني فعلا أنجزت كثير في حياتها. ويعني أنا بالنسبة لي يا ريت كل السيدات يكون عندهم هذا الطموح وهذه الإيجابية والتفاؤل بصراحة. وما عديتي فترة سهلة في حياتك، فخلينا أول شيء نبدأ نتكلم عن، أنا طبعا ما في مقابلة ما حضرتها ليكي ترى. يا عمري انت يا ندى، لا والله، لأنه الواحد لما يقابل شخص لازم يعرف كل شيء عنه. حياتي فأنا أفتكر أنت قاعدة تتكلمي في واحدة من مقابلاتك أنك أول ما تزوجتي نقلتي على السعودية، اي طبعا ونقلتي السعودية وكنت متزوجة وجبتي طفلين، وقررتي بدايتها تطلقتي، وحسيتي أنه صار عندك مسؤولية جدا كبيرة أنك أنت لازم تربي هذا الطفلين. وقلتي في واحدة من مقابلاتك شيء كثير عجبني، أنه أفضل شيء الوحدة تكون لوحدها من أنها تعيش في خلل أسري تسبب لأولادها مشاكل. 100%. واشتغلتي في اشياء كثيره، من مدارس لحتى قلتي اشتغلتي في مشرفه باص، أول ما واشتغلتي كمان في اشتغلت، محلات. ايوه، فحكينا أول شوي عن ما سيرتك. اشتغلت، شوفي أقول لك حاجة، أنا طلعت على الرياض كان عمري 18 سنة تقريباً، وكنت بدي أشتغل بأي شغل، يعني بدي أكمل دراسة من هنا، بدي أحامل في محمد ولدي، بس بدي بنفس الوقت إني أثبت نفسي. فبتذكر أول شيء رحت على مدارس الملك عبد العزيز عند جواهر الحرقان الله يذكرها بالخير، قلت لها انا بدي اشتغل عندك لو ببلاش، شغليني ببلاش وشوفي انه كيف، اذا عجبتك وظفيني، ما عجبتك. وفعلا قعدت شهر بدون ما اخذ راتب، اشتغلت اولها، اول شغله لإلي كانت بالمحاسبه، جلست على محاسب. الريسبشن بس محاسبه. بعديها انتقلنا على مدارس منصور بن عبد الله بن عبد العزيز الله يذكره بالخير ويرحم روحه ابو عبد الله، فاشتغلت عندهم مشرفة باص، كنت أطلع من 6 صباحا وأرجع على بيتي الساعة 3 العصر تقريبا، يعني كنت أفتح المدرسة وأسكر المدرسة. وكان أذكر ندى كمان راتبي يعني يمكن 1000 درهم، ما كانوا يعملوا شيء، بس بدي أشتغل بأي طريقة، بدي أشتغل. بعد هذا ما طلعت من مدارس عبد العزيز لأنها سكرت، وظليتني مستمرة مع مدارس منصور بن عبد الله شي 11 سنة، اشتغلت مشرفة باص، اشتغلت مراقبة، اشتغلت إدارية، اشتغلت مراقبة عامة، يعني اشتغلت بشغلات كثيرة. بعد المدارس برضو، بعد ما قفلت مدارس المنصور بن عبد الله، اشتغلت بالمجال السياحي أو ب ستار سيتي، إذا بتتذكريها قرية ستار سيتي مع المعجل، كان عندي تحت إدارتي تقريبا 80 موظفة أو 88 موظفة. فالعمل ما كان إلي بالنسبة لإلي سهل، يعني كنتي تشتغلي مع ثقافات متعددة، مع شخصيات وجنسيات متعددة، فهذا الشيء كثير يعني علمني، ما أكذب عليكي، يعني هذا الشيء كثير لما بتتعاملي مع ستات كثيرة، مع شخصيات كثيرة، ديانات مختلفة، جنسيات مختلفة، هذا الشيء بيضيف لك بعد خبرة في هالحياة. فياما كنا مع شخصيات محبطة نشتغل، مع شخصيات ملهمة تعطينا
هذا الشيء أضاف لي كثير، التنوع العمل اللي أنا اشتغلت فيه كثير كثير ضاف لي. وانت افتكر كنت تقولي انه دائما ابوكي لما دخلتي مجال الاعلام كان يقولك هذا المجال مو نظيف، وما كان متحمس عليك انك تشتغلي في مجال الاعلام، هذه أمي، وانت أبويا مهوله، أبويا محلاه كان يجنن، بس أمي امك أمي أقول لك شغلة، لا أمي يمكن لغاية قبل كم سنة وهي تقول لي أنا هذا الإعلام تبعكم مش عاجبني، فكانت دائما والله كانت زي دائما ابويا مع انستغرام نفس الشيء باي ذا واي، اي ما اي امي يفهموا. للحين، امي للحين اذا شافتني على غلاف مجله بتقعد تلطم يعني، اذا للحين بتقول لي انا ما بحب بنتي تطلع على اغلفه المجلات، ما بحب بنتي تطلع على التلفزيون، بس لما بتتابعني في برامجي، لما كنت مثلا في صباح الخير يا عرب، لما كنت في كلام أكيد نواعم، لما كنت كمان مع سعود الدوسري في تستاهل يا اعز الناس، لا تقولي لا ماما رسالتك ساميه وهاتفه. فهالحين الوالده لا الحمد لله يعني معجبه في ما بشو بقدم، ايش الرساله اللي بقدمها. فشغلنا مش سهل ندى، وانت بتعرفي هذا الشيء، شغلنا ما هو أبدا. بسهل نهائي. كيف دخل في حياتك هذا السؤال؟ كيف ايش فجأة هو دخلتي الإعلام؟ كيف فجأة دخلتي الإعلام؟ يا ويلي الاعلام، انا اول ما دخلته كان عمري 24 سنه بتذكر، بس هيك اعطيت لامي قلت لها يمه والله في وحده صديقتي، عني انا بتكلم، طلبوا منها انه يعني تفوت القناه السعوديه، تقول نعم هاي هبله صاحبتك شو ما احلاوي مشتغله بالاعلام، الاعلام مرفوض تماما، اوعي وما انصحيها ما تفوت الاعلام بالمره. فانا سكرت على الموضوع، كانوا دايما وانا صبيه يقول لي شبه سميره توفيق تزبطي بالاعلام، فجت صديقه من صديقات قالت لي فاديه لازم تفوتي بالاعلام، فلما حكيت مع امي بهذا الموضوع رفضت تماما. امتى دخلت بالاعلام مزبوط؟ لما مرت بالكانسر، كان عمري 32 سنة، كان وزني 106 كيلو من الكورتيزون والكيماوي اللي كنت أخذه، أنا كانوا يعطوني كورتيزون كثير كان طبعا ينفخ. صعب، أي صعب علي، فسمنت. فاللي هي أمي شو بتتوشوش مع أختي، بتقولها فادية مسكينة مريضة هلأ بالكانسر، بس هي نفسها تفوت في الإعلام، خليها نقولها إنها تدخل بالإعلام ويمكن ما يوقعوا عليها بسبب وزنها وبسبب اللوك، ما كان عندي شعر، كنت ألبس بواريك وكنت أحط الباندانا على شعري. فلما سمعت هيك قلت بدي اجرب واشوف حظي، يا بتخيب يا بتصيب. فرحت على التلفزيون السعودي اذكر تماما، وعملوا لي بايلوت، او عملوا لي زي انه تيست، انه لاني ادخل للتلفزيون. عملوا لي التيست هذا، اول 5 دقائق صرت احكي لحالي بالبايلوت هيك، كلهم بيقولوا لي فاديه وقفي، قلت اها ارتفضنا اكلنا هواء يعني خلاص ما راح يوقفوا يعني. فقالوا لي على طول مبروك وتقدري تشتغلي معانا من بكره. والله عمري ما بنسى هاي الفرصه اللي اعطوني اياها القناه السعوديه الاولى، وانا بتشكرهم للحين على مساندتهم لي، ما طلعوا لا على شكل ولا على شك يعني، على يعني اتذكر يومها حطيت رموش عيني، كنت مريضه يعني ما في عندي لا شعر، حطيت بيروت وحطيت باندانا شافوا وحطيت المحتوى، فوقيها. طالعوا في الشخص اللي يقدم المحتوى. بصراحه يومها قالت اختاري اي موضوع، فيومها قعدت احكي عن السمنه وبلشت درجت زي ما بيقولوها ادرج بالحكي، فزبطت معهم والحمد لله رب العالمين. يعني انه يومها اشتغلت حتى بدون لا تدريب ولا شيء، ولا كان عندنا يا ندى لا اوتوكيو ولا يعني انت بدك تعدي وبدك تقدمي وبدك تعملي كل شيء. فولله الحمد بلشت معاهم واستمريت معاهم الى ان انتقلت بعديها مع الام بي سي، وما بن يعني ما بيصير علمك بنكر يسموكي وردة ام بي سي، اي والله كانوا يقولوا لي وردة ام بي سي، عندك لقب حلو والله ما بعرف شو هاللقب اللي اطلقوا علي، بس لقب يعني انا وردة ام بي بشكرهم سي، وما شاء الله عليه. معروفة يعني شيء مرموق. وبعدين معروفة انك انت ما فزتي جائزة هذا اقوى اعلاميات. ب 2009 حصلت على لقب افضل مذيعه حواريه، فعلا كله هذا الكلام انت عامله سيرش عني كثير كويس، ولورا بوش كمان ادتك جائزة أقوى وأشجع مرأة في العالم من في اشجع نساء العالم صحيح، لما قلت على الرياض لورا بوش يومها بتذكر قالوا لي الحرس اللي معاها والسكيورتي قالوا لي اونلي 5 مينتس، يومها بتذكر مش عارف قديش استمر اللقاء معاها، والحمد لله يعني انه احصل على هيك لقب ولله الحمد which is good، منيح لإلي. انت كثير وصدقيني هذا متواضعة. حبيبتي، وهذا التشجيع اللي حصلت عليه من قبل بلدي الثاني السعودية، هذا الشيء أنا
يعني على راسي للحين من فوق. والله انا يا ندى في السعوديه عشت اجمل ايام حياتي، وعشت اجمل تشجيع من اجمل ناس التقيت فيهم بحياتي. وللان انا يعني مع الاميره هيفاء بنت عبد الله بن عبد العزيز، وهي اللي كانت الداعم لإلي بكل امانه اقول لك اياها، ولا زلت معاها ولله الحمد. وعندي انتماء مش طبيعي لهالاميره حتى الجميله. لهجتك سعودية صارت صراحة. شوية اي شوفي، انا لهجتي ترى سعودية لاني عشت بالسعودية، بس انا لهجتي امي الوالدة عندي من قضاء الخليل، فبتحكي قالوا قلنا. اوكي. وعشت طفولتي بالاردن وترعرعت وعشت باقي يعني معظم حياتي بالسعودية، فقدرت اني امزج ما بين هالثلاث لهجات، او الاكسنت هذه اللي بتسموها. أنا صاحباتي من الأردن كمان، الأردنيين دائما يقولوا بالقاف برضو قالوا القوالي قلنا الأردنية ايه جا قالوا وكذا، كذا. فقريب مننا ترى مو بعيد. الحمد لله. شيء ثاني كنت بتكلم معاكي فيه بخصوص، أنا عجبني إنه كيف أول مرة أشوف شخص يتكلم بالسرطان بطريقة إيجابية. أنا عمري ما شفت بني آدم عنده تفاؤل أو يقول إنه أنا أحب السرطان أو يستخدم هذه الكلمات، يقول لك أنا السرطان علمني أقول لا. في كثير مقابلات قلت السرطان علمك يقول لا، خلاك تشيلي الناس السلبية من حياتك، خلاك تشيلي كل الأمور والعادات والتقاليد اللي كانت تنرفزك وشلتيها، إنه صرت تفكري في أشياء اللي هي مهمة، تعيشي يوم بيومه، علاقتك في أولادك تحسنت. تكلمي عن هذه الفترة في حياتك. أولا ندى، السرطان أنا ما اخترته، هو اللي اختارني، هو اللي جاني لحد عندي ودق باب بيتي، وما بقدر أقول له برا لأنه هذا من الله. فقلت يا حي الله فيه. أول 24 ساعة كنت ساكتة، أول إصابتي بالكانسر كنت ساكتة ما حكيتش ولا كلمة، بس بعديها قلت يا إني أقهره يا يقهرني. فالسرطان مش باختياري، إجاني غصبا عني. فالحل الوحيد اللي كنت لازم اني امشي بهالمعركه هذه مع الكانسر انه اتعايش معه، انه اخذ العلاجات كلها، ويمكن العلاجات كانت اصعب من الكانسر نفسه. طبعا ف للحين انا بتعرفي ما بتذكره الا لما بطلع بمقابلات اعلاميه. فعشت معه اصعب ايامي، وما بذكر انه كان في عندي يوم حلو، بس انا كنت احلي هاي الايام. كنت لما اخذ الكيمو ينزل شعري، او مثلا انه لما عملت عمليه صدري، وانت بتعرفي انه الوحده لما بتصاب بسرطان الثدي بتفقد رمز من رموز الانوثه بالنسبه لها، فمش سهل. بس انه من مريضه لمريضه يمكن بيختلف، او من تقبل شخص لشخص بيختلف. انا يمكن ربنا اعطاني القوه يومها، ما ادري كيف اعطاني اياها، اني تقبلته وقلت حي الله فيه. فبلشت اتعايش معه شوي شوي، مع مرور الأيام صرت أحبه، صرت أقول إنه هذا المرض علمني إني أقول لا. كنت قبل يمكن شخصية مش منطوية، بس كان عندي شيء قوة جوا داخلية أو جوانية، فما أقدر إني أفجرها. السرطان فجر لي هالقوة، السرطان خلاني أتعلم أقول زي ما قلت لك لا، خلاني اني اتخلص من الناس السلبيين في حياتي وبكل سهوله. كان قبل في ناس مفروضين علي ما اني اقدر اتخلص منهم، السرطان خلاني اتخلص منهم. كان عندي عذر انه انا مريضه بدي اني استانس بحياتي واني اعيش حياتي، ولا بره لكل حدا كان ياثر علي، بره لكل حدا كان يحبطني، بره لكل حدا كان يخليني دائما عاجزه. فالكانسر بالعكس، الكانسر انا بالنسبه لي صح هو اجمل شيء بحياتي. وللأمانة أقول للآن غيرني للأحسن، غيرني للشيء الحلو. في من ضمن الأسئلة اللي بتجيني الحين، في شيء ندمتي عليه بحياتك؟ أي في شغلات كثيرة ندمت عليها بحياتي. الزواج المبكر ندمت عليه بحياتي، أي نعم إني جبت محمد وديانا أحلى شيء بحياتي، بس عشت التجربة وأنا مش واعية إيش معنى زواج، إيش معنى مسؤولية، تحمل بيبي، تحمل بيت. في شغلات كثير عليك. في واحدة من مقابلاتك قلتي أسهل شيء تكوني أم، الأم اللي تربي وتكون موجودة وترضع وتكون في البيت، بس أصعب شيء تكوني كمان في نفس الوقت اللي توفري المادة وتوفري كل الأمور والمدارس والفلوس، وهذا شيء جدا صعب. وخلينا نكون واقعيين، إحنا عايشين في مجتمع الآن لسه عندنا النظرة القديمة
لأنه الرجل اللي يوفر المال والمرأة هي اللي تقعد في البيت. إلين الآن رغم التغييرات أنا دحين أشوف الوضع تغير، صار في لازم يكون شخصين يوفروا المادة في البيت لأنه الحياة ما صارت زي بس أول. لما بينفرض عليك تكوني شخص واحد، شخص واحد اوكي، أصعب كمان، فهذا اصعب كمان اصعب صعب. اصعب. يعني انا مثلا لما الوحده بتتزوج، او مثلا الوحده بتكون على اساس انها متزوجه بس ما يكون مسؤول، ما فغصبا هو عنك مسؤول؟ بدك تكوني انت المسؤوله عن تربيه اولاد، عن اقساط مدارس، عن قسط بيت، عن كل شيء. فانا دائما بقول انه انا جربت اني اكون اب وجربت اني اكون ام. دور الأم بكثير كان علي سهل، يعني التربية كانت عندي كثير سهلة، بس الدور الأصعب كان كيفية تأمين المعيشة لأولادك، كيفية تأمين الشغل، كيف إنك تنحكي بالصخر عشان تجيب فلوس. طبعا هذا كان الدور الأصعب. وبالذات دائما ايام بقول أنا زمان، يعني ايام ما كنت صغيره 18 سنه في السعوديه بلد غريب، يعني مش سهل. بتعرفي لما الحين بتذكر كيف كانت حياتي ندى، كثير كانت صعبة. بس ايش اعمل؟ يعني ايش اساوي؟ يعني انا تخيلي انا كنت اشتغل بالمدرسة، ادرس دروس خصوصية، اعمل يعني اشتغلت بكل مجالات الحياة لحتى اقدر امن فلوس. تخيلي. وانا من الناس النوعية اللي ما كنت ابين لاهلي اني انا محتاجة. كان ابوي الله يرحمه يحول لي تقريبا بشكل شهري 200 دينار، زي بحدود ال 1000 درهم، لحتى اقدر اني امشي حياتي. بعديها قلت لا، ما بدي انه حدا يكون مسؤول عني، حتى ابوي ما بدي اياه يكون مسؤول عني. فكثير تعبت، كثير تمرمرت، تمرمرت في اتمرمطت. حياتي. بس بنفس الوقت السلم طلعته درجة 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 لغاية ما انت وصلت قصة ولأهلي. نجاح، ترى انت قصة نجاح يعني ما تتخيليها. وبعدين عجبني فيك ان قلتي انه انت ايام في بيتك كان الطلاق شيء ما حد يتكلم فيه، وكان الطلاق عيب ايام زمان. طلاق عيب، كان الطلاق، كنا لما تجوزنا بيتك قبرك، يعني من صح تتزوجي على القبر مباشرة. هذا الشيء اللي يمكن بدي أنوه له، اوعوا يا بنات، اوعوا يا جماعة اللي مش مبسوطة أو اللي مش مرتاحة، إياكوا تضغطوا على أنفسكم. أنا الكبت اللي صابني والضغط النفسي اللي صابني يمكن هو اللي مرضني. كثير مريت في مراحل انه كثير مكبوتة نفسيا وكثير مضغوطة نفسيا، والسبب عادات تقاليد جاهلة بالية، ما كناش نفكر او ما كانش عندنا الجرأة ان نقول ليش احنا عايشين هيك. بس انا في النهاية قدرت اني اطلع من هالقيود كلياتها، وطلعت. في فعلا. غيري يمكن للحين مش قادر انه يطلع. فالطلعة هي بدها جرأة، انك كيف صح تطلعي. يمكن كنت ازعل امي، زعلت زعلت زعلت، بس اخر شيء رضيت. انا بنتها في النهايه، شو بدها تتبرى بالضبط مني مثلا؟ بدها تتضايق بالضبط مني؟ بدها تزعل لها يوم يومين ثلاثه؟ بس في النهايه خلص، يعني اللي بده يصير اللي بده. يعني انا اللي كنت عايشه في المعاناه، شو ما قلت لك انه كانوا اللي حولي عايشين معاناتي، ما كان حدا شو بيقولوها، النار ما تأذي الا اللي بيكون عايش فيها. دول. فطبعا فالضغوط النفسية اللي كنت مريت فيها هي جابت لي الضغط النفسي، جابت لي المرض. فمش متحملة ولا بتحمل حدا يضغط علي من هنا ورايح، حتى لو كانوا ناس قريبين لإلي. يعني أخوي، هو أخوي إذا بده يضغط علي ماني مستعدة. بس ما الحمد ألومك. لله الله معطيني عيلة، والله معطيني يعني أخوان وخوات وأم فوق راسنا، هالحين كلهم معي ولله الحمد. ها في دبي. لا، ماما وماما في الأردن، في الأردن. وأخواني كان إشي بالسعودية وانتقل على الأردن، في أمريكا وانتقلوا على الأردن، في والله دبي كمان صديقي وأخوي معاذ، طب حلو. فكلهم معي ولله الحمد والشكر. ما تحسي نفسك انك انت ahead of your time، قبل وقتك، شخصية قبل وقتك لجيلك؟ يعني ضيعت من وقتي قصدك؟ لا لا، انه احيانا يكون في شخصيات نسائيه مثلا بالنسبه للناس اللي حولك، كنت اشجع واقوى وكنت تعمل تصرفات مثلا كانوا يشوفوها كمثلا او ماي جاد، انها مثلا كيف اقول لك جريئه،
كنت أجرأ اي طبعا المرأة اللي في وقتك في ذيك الفترة، ما تحسي؟ في أنا هذيك أحس الفترة، طبعا في هذيك الفترة لقيت انتقادات انتقادات، وكأني عاملة شيء عيب، يعني شو بدي أقول لك؟ أنا أشوفها ولقيت أفضل شيء سويتيه، لأنه أنت أنا دحين كنت بالنسبة لي ولا كانت تفرق معي. يعني بتعرفي ندى، أبوي ربانا على شيء، أبوي كان فليكسبل أكثر معانا من أمي، فأبوي كان يقولنا ما عيب إلا العيب. أمي لا، أمي كانت دائما دائما حريصة إنه ما حدا يجيب سيرتنا، ما حدا ينتقدنا. هذا الشيء التقاليد والناس والناس ايش هتقول، هذا أي طبع العرب اللي فينا كلنا. ما كانت. شوفي دائما المرأة إذا بدها تطلع وتطلع وتطلع فوق 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 فوق، وخلنا نقول تقفز القفزة الصح، ما لازم يكون عندها خوف ولا تردد. إذا هي ماشية صح صدقيني ما عيب إلا العيب، وامشي صح يحتار عدوك فيك. يعني أنا دائما وأبدا كنت جريئة، ما كنت مترددة، كنت الإشي اللي يجي على بالي على طول إني أعمله. فهذا الشيء يمكن سبب من أسباب النجاح اللي أنا عليه الحين، إني ما بتردد ومغامرة من الطراز الأول. يعني أنا حتى زيك مديرة بالضبط. أعمالي رند، أي مديرة أعمالي رند دائما تقول لي يا روحي ما بتخافي إنك تفوتي مثلا بهالمشروع الفلاني أو بهالحركة الفلانية؟ بقول لها لا ماني خايفة. فالخوف من الفشل مش عندي، حتى لو إني بدي أعمل شغلة وأفشل فيها برجع من أول وجديد، بكرر بكرر بكرر. فأنا شوية إلى حد ما في عندي مغامرة، ما عندي خوف. صراحة أحس المرأة من دون مغامرة ومن دون هذا الشيء أحس فيها كذا، أنا أحب المرأة القوية اللي عندها شخصية، اللي عندها تاخذ ريسك في حياتها، عرفتي كيف؟ إيه فأنتي إيه شوية بس هذا الشيء احيانا، شوية بس احيانا شوفي هاي بسموها التناحه، بسمع فيها التناحه ندى، أيوة طبعا العناده، أيوة. بعند على الشغله اللي بدي اياها فخلص. أنا زيك، انت تذكريني في نفسي في اشياء، انا برضو نفس الشيء عنيده وابغى شيء الان، واذا ابغى وانا مش واذا اقطع احد اقطعه، وعندي اشياء كذا يعني كيف اقول لك، عشان كذا قاعده اقول لك انا لما اشوف شخصيتك في اشياء كثيره فيها تذكرني في نفسي، عرفتي كيف؟ يا حبيبتي يا واحس ريت انه اصير يعجبني. زيك. انت بعمرك، انت بالعمر هذا اللي انت فيه ما شاء الله عليكي قويه. ف انت لما توصل لعمري، انا الحين عمري مثلا، انا طلعنا دائما بقول عمري 21 ما اسمعي، دائما بقول انا عمري 48 و24 شهر، انا الحين وصلت ال 50. فانت الحين بالعمر هذا انت برافو عليكي، فانت ما بتوصلي عمري الا انت بتكوني ما شاء الله ايقونه. فاسم والله الله عليك شوفي استمري في القوه نظرة اللي انت فيها. الثقة، يعني أنا الحين الثقة في النفس في نظري ما تجي مرة بعد، أنا مثلا أنا دحين عمري 38 وأنا أقولها، يعني بصراحة أنا ما أقول لك في العشرينات كان عندي ثقة في نفسي، اشتغلت في بنوك، اشتغلت في فاينانس انفستمنت باكينج، ما كانت شخصيتي، بس اي عملت كويس، دخلت مجال التجارة، بس اكتشفت إن أنا أحب المقابلات والعالم ده اللي أنا فيه دحين في انستغرام، وأكثر شيء يعجبني فيه هو هذا اللقاء اللي أنا معاكي فيه، لأنه أي لاف أحب الناس واحب اقابل الناس، فهذه عامله منصه خاصه فيا شخصيه انه على اعمل فكرة المقابلات. يلبق لك، انت تلبق لك هذا، يعني يلبق لك الكاميرا وتلبق لك هاي والله الحاجة. ما عمره جات في بالي تخيلي، فاستضيف دكاتره، استضيف اشخاص زي حضرتك، بس الثقه في نفس صراحه ما جتني الا بتقدري تقولي في بدايه الثلاثينات، احس احنا كسيدات نتكلم كثير عن حب نفسك والثقه والثقه والثقه، بس كلام شيء والواقع أقول شيء لك ثاني. الكلام دايماً لازم يطبق على أرض الواقع. يا ما بناس بنسمع إنه مثلا بيحكوا عن الطاقة الإيجابية، هم أصلا والله ما هم عارفين شو لا معنى طاقة ولا شيء. طاقة إيجابية. أقول لك شغلة، ويا ما في ناس بتلاقيهم مثلا بيشتغلوا على حالهم، بياخذوا دروس في الطاقة، وهذا الشيء كمان أنا جربته. إذا من هنا ما كان عندك طاقة إنك بدك تصيري، ما كل دروس الطاقة هاي فشل، كل الفلوس اللي بتحطيها على دروس الطاقة وعلى هاي كلها خرطي زي ما بيقولوها والله. فإذا المال بني آدم كان من جواته عنده هذه سلبية الطاقة اللي احنا يس حلوة الإيجابية اللي أنت بتصحي عليها كل يوم الصبح تقولي الحمد لله يا ربي إنه احنا عايشين، احنا في 600 ألف نعمة، احنا لساتنا مستمرين. هذه الطاقة لحالها من جوات القلب، استمري عليها ندى،
وصدقيني رح تصلي، انت الحين واصله بس رح واصلي واستمري، رح تلاقي حالك في يوم من الايام بموقع يمكن ما كنت تحلمي فيه. حلو انك تحلمي، وحلو انك هيك تتشجعي انك تصيري في يوم من الايام. شوفي النجاح هو انك ما توقفي دائما، انه تكوني قادره انك تحققي احلامك واهدافك والإشي اللي بدك اياها تحققيها على ارض الواقع. فان شاء الله ان كان انا او انت او اللي حتى معانا الحين باللايف انستغرام يكونوا عندهم هذا من جواته الدافع. انا دائما اقول، دائما ربي يقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معك. وانا اسعى طبعا. انا دائما ضد البنات اللي يقعدوا كذا ويقولوا ما جاني ما صار، ما هذا ما يصير الا بالسعي. فانا دائما اقول اعمل اللي عليه، اعمل اللي اقدر عليه وهيجيني ربنا، هيبعث لي اللي انا اللي يعني احس انه هو نصيبي. وفعلا تصير، وسبحان الله يعني مع الوقت كل شيء صار. انا حتى مثلا ما تزوجت صغيره. انا بالنسبه انا امي لما تزوجت كان عمري 32 سنه، كانت هتسجد سجده شكر في الفرح اني انا تزوجت. بالنسبه في السعوديه 32 سنه انه ما تزوجت طبعا هيك يمكن اها. فشوفي احنا الستات عندنا يا ستي يعني اذا الوحده وصلت فوق ال 25 بصيروا يسموها عانس او كذا. لا شوفي الزمن اختلف، انا تزوجت قبل 30 سنه، بتذكر انه يعني لما تزوجت كان اللي تزوج عمره 24 و25 سنه هيقولوا ليش هيك طولت في الزواج. هلا صاروا بالعكس، هلا الزمن تغير كل شيء طبعا. صارت البنت هل تزوجي بنتك بدري ولا لا؟ ما تزوجي بنتك بدري ولا بسأل في بنتي تزوجت ولا ما تزوجت ولا ابني تزوج ولا ما تزوج. شوفي الزواج هذا قرار مصيري مو سهل، هاي شراكة مو سهلة، انه يعني والله الواحد بيتزوج بس عشان يلبس بدلة بيضة ويلبس مجوهرات وينعمل له احلى حفلة ويجيب احلى انترتينمنت. لا 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 لا، انا بالنسبة لي الزواج هاي شراكة بده الواحد يفكر مليون مرة قبل ما يدخل فيها. فبنتي انا اخر همي بنتي تتزوج وتكون تعيسة، لا خليها عندي في بيتي مدللة معززة مكرمة، لما يجيها ابن الحلال النصيب اللي يحبوا بعض اللي يكونوا عاملين أساس لحياتهم، أساس حلو لحياتهم، تتزوج ساعتها. أما تتزوج مجرد إنه بس لأنها تتزوج لا. هلا أنا ديانا عندي دائما يسألوني يقولوا لي ليش فاديا بنتك حلوة وملكة جمال ما شاء الله جميلة ما شاء الله. هي ما شاء الله مش بس جميلة الشكل، والله ديانا جميلة الشكل والعقل والمضمون. فاذا ما جاها اللي يستاهلها ليش تتزوج؟ لا ما في داعي. أنا شريك الحياه مو بس كلمه شريك حياه، لازم شخص يكون يضيف لك في حياتك، اذا ما يضيف لا ما في داعي. انا نفس الشيء دائما يا ندى شو بقول انه الوحده تاخذ واحد معها شريك بارتنر، يا بيكونوا على نفس المستوى يا بيطلعوا شوي يا انه يعني بيطلعها فوق بس انه ينزلها مرفوض. انا ابويا والدته سوريه، فبابا امه سوريه، فكان دائما يقول لي مام ندى يا بنتي عزوبيه نظيفه ولا زواجه جيفه. برافو عليه والله انه فهمت. طول عمره كده يقول لي ابويا، طول عمره يقول لي دي الجمله، يقول لي ايش نبغى في ده ايش نبغى. يعني ابويا طول عمره كان يبين لي اني انا زي ما انت كنت بتقولي، انت قلتي انه اخوانك كلهم ملونين وعيونهم ملونه، وانت كنت السمره، كانوا يقولوا لك فاديه انه فاديه منا حلوه. ابوك كان يقول لي الحين مش شايفيني سمره مع اي. طبعا شوفي احنا يعني في العيلة أمي ما شاء الله تبارك الله، أمي زي ديانا بالضبط، يعني عيوني ملونة وجميلة. ترى أنا أمي زي أمي، جابتنا إحنا أربع بنات إيه، أربع بنات وأربع شباب، اثنين شقر وثنتين سمر، ونفس الشيء الشباب اثنين شقر وثنتين سمر. أنا كنت زي ما يقولوها البشعة فيهم، فكنت شوية يعني كنت ما أحب شكلي ولا أحب حالي. فبس الشكل بيني وبينك ندى مو مقياس ولا الواحد يطلع على احترامي. ما شاء الله انت جميله، ماني عارفه يعني كيف كذا كان. بالنسبه لاخواني وخواتي لا ماني جميله صدقا، بس الحمد لله الجمال جمال الروح. والله انا بعد هذا الحكي يمكن او هذا الشعور شعرت فيه بعدين لما كبرت، صرت لما اشوف ستات ملكات جمال، والله يا ندى ملكات جمال، لما تقعدي معاها مثل الجدار بالضبط، انه في روح. فاللي بعدين اكتشفته انه لا الجمال حلو، الواحد يمكن تطلع على وحده جميله بس في النهايه تقعدي معها ساعه ساعتين بس،
الروح هي اللي بتشتغل. صح. لما الروح وبعد تكون حلوة بتصيري تشوفي اللي قدامك، لا جميل. انا اتفق معك في ده الشيء. انا احس زمان كان واحد يطالع على واحده، احنا ما بندور على لعبه بورسلين في النهايه، تبغي تقعدي مع شخص عنده طبعا شخصيه، عنده كاريزما، عنده الان انا في نظري، انا حتى انا دحين انا عندي ولد، ودحين حامل في ولد ثاني، هولد بعد 3 اسابيع، جايني ولد ثاني، كنت شويه زعلانه في البدايه انه هيجيني ولد ثاني، كنت ابغى بنت عشان خلاص نقفل. بعدين قلت يمكن انا ربنا هيبعت لي ولد ثاني، لاني ما اقدر على انه تجيني بنت، يمكن لو جتني بنت انا اكون ام صعبه، لانه توقعاتي كثير عاليه لو ما في جتني أحلى من البنات ندى، ما بس في كل أحلى احد من كذا البنات. يقول لي، بس خلاص الحمل انا ما اشوفه صعب جدا، ما احس الثالثه صعبه ندى بالنسبه لي. على فكرة كثير بيكونوا يسألوا إنه كيف الوحدة بتقدر مثلا تكون ربة بيت وأم بالضبط، وسيدة عاملة. أنت هيك وأنا هيك، وأكيد انا معنا ما اشوفه باللايف صعب، كمان انت ستات تشوفيه هيك. صعب؟ صعب وسهل، هو صعب مش سهل هو مو ترى، سهل. مو سهل. يعني مثلا انا احكي لك عن حياتي، مثلا انا عندي هون في دبي شركه، بدي اكون حريصه على اني اكون موفقه ما بين بيتي واولادي وشركتي موظفيني. صعبه مش سهله، بس اذا خططتي كويس او انه مثلا برمجتي وقتك كويس كل شيء بيكون سهل. انا وبعدين احس تخيل كمان محبة عملك، انت تحبي عملك عشان كده ناجحة فيه. ايه، انا بحب شغلي، بحب اني انجز، بحب اني اشتغل. يعني بس انا بقول لك، يعني انا مثلا بصحى الصبح، اذا كان عندي وقت بدي اعمل رياضه بعمل رياضتي، بنفس الوقت بطبخ يوميا لاولادي، لاني ما بحب يجي اولادي من شغلهم وما يلاقوش اكل او انهم يطلبوا اكل من المطعم. فبتلاقيني يوميا بطبخ الصباح، بعديها بطلع على الشركه بشيك على الموظفين، إذا في عندي مثلا شغل للسوشيال ميديا، تصوير، إعلانات، أي شيء بعمله. برضو كمان عندي واجباتي الاجتماعية اللي لازم إني أقوم فيها مع صديقاتي، مع هالمجتمع اللي أنا عايشة فيه، لأنه بتعرفي إحنا طبيعة شغلنا كمان PR، لازم يكون في عندنا خروج علاقات. وسوشياليزيشن، ايوه ثلاث، هذا حاجه جميله، منهك وشغل في نفس شغل، الوقت. شغلنا منهك، ما تفكري إنه يعني سهل، بس بنفس الوقت يعني مبرمج دماغي على انه لازم اني انسق بين هذا وهذا 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 وهذا. صعب بس السهل الممتنع، شو بدنا نعمل يعني. احس كمان مساله تعود، انت طول عمرك متعود انك تشتغلي وعامله نظام لنفسك وروتين، فهذا كثير اي كمان يمكن خلاص انت متعوده انه جزء من حياتك العمل والبيت والاولاد، يعني انت شخص يعني تعرفي تنظمي وقتك كمان. انا احس تنظيم الوقت جزء كبير منه. كثير تنظيم الوقت. وعلى فكرة تنظيم الوقت مش إنه أنا أكون معك جادة، مش إني أقول من الساعة كذا للساعة كذا، تنظيم الوقت مع الاستمرارية أو مع الخبرة بصير فيه هون ساعة بيولوجية في دماغي. يعني بتعرفي أنا لما يكون عندي مثلا تصوير صباحي الساعة 7 الصبح، بتلاقيني بنام على طول ساعتي البيولوجية، هاي ساعتي الساعة اللي في مخي بتصحيني لحالي بدون منبه، بدون اي حدا ما يصحيني، بصحى لحالي. بتلاقي البني ادم هو عنده القدره انه يبرمج دماغه ويمشي، بس انه يكون عنده الهدف انه يشغل هذا. صعب بس بنفس الوقت خلص انا تعودت عليه، تعودت انه انا هيك بدي اعيش هيك. تحسي انه شخصيتك العملية كثير اثرت في اولادك الان لما شافوا امهم مرأة عاملة وشغيلة ومنجزة، تحسي اولادك في اثر هذا الشيء في قراراتهم في مستقبلهم العملي؟ شوفي هي هم شافوني، هو مش بقول لك التربية على فكرة، التربية أحيانا. يعني أنا مثلا عندي ولدي، خليني أقول لك إياها بالعربي، عندي ولدي محمد، لما بطلع بالسيارة بتلاقيه بيفتح لي باب السيارة، بحط لي حزام الأمان، لما بنطلع مطعم بسحب لي الكرسي بقعدني عليها، ببقى دائما أقول له محمد أنت لمين طالع؟ والله ما ربيتك هيك. فهذيك والله العظيم يعني انت جنتلمان، لمين طالع؟ انا ما هذه ربيتك، ما عمري. النشامة، ما تلاقي هذه النشامة في الرجال هالأيام، هذا الشيء اي مرة اي اي حلو. وديانا كذلك، مثلا ديانا في لها تصرفات معي بقولها والله ما عرفتك، انا ما ربيتك هيك، بتعرفي. فمره من المرات بتناقش انا وياهم، بقول لي ماما انت مو شرط تقولي لي لازم تعمل هيك ولازم هذا الشيء، احنا هاي الشغلات اكتسبناها منك
منك اثناء تربيتك لنا، يعني مو شرط انك تقولي لابنك اعمل سوي اعمل هذه التصرف او سوي هذا التصرف، هم بشوفوكي هيك فبيكتسبوها منك بدون ما تكوني قاصدة. القوة اللي انا بدي ارجع لسؤالك لما قلتي انه ما كيف صاروا اولادك، اولادي بنتي وابني يمكن ما بقدر اقول لك عاشوا طفولة حلوة مع مرضي، لانه ديانا لما انا مرضت كان عمرها 8 سنوات ومحمد صغير. كان عمره 12 سنة، فكانوا هم الوحيدين بهالحياة اللي كانوا يساندوني لأني كنت في بلاد الغربة، يعني أنا لما تعالجت بالسعودية، فكانوا الأهل بالأردن، فمين اللي بده يعالجني ومين بده ينتبه لي؟ أولادي محمد وديانا. بتذكر كان في فترة من الفترات هم يتناوبوا على مرضي، لأني كنت آخذ علاجات لازم يكون حدا صاحي جنبي، فكانت ديانا مثلا تنام من ساعة معينة لساعة معينة، تصحى تسلم محمد، نفس الشيء محمد مثلا يصحى يرجع ينام يسلم لديانا، فهم تعلموا هذه القوة من خلال مرضي. مرضي أثر عليهم، يمكن أعطاهم شوية قوة، للحين لما بشوفهم قويين، ديانا قوية. علمها المرض اللي مريت فيه، علمها شغلات كثيرة. بتعرفي ديانا الحين لو تشوفني بالمستشفى مخطرة، بتشوفني مثلا أحيانا كثير بيجوا الدكاترة بيعطوني إبر ما في شرايين بس حاطوا لي بورتكات هون، يمكن ايوه شوفي هون هذا البورتكات اللي هي موجودة بصدر، من هنا بيعطوني الأدوية. ما ترى بتشوف انا 3 من عماتي جاهم بريست كانسر، وواحده منهم توفت، وكلهم اخوات ابويا، فاضطرينا إيه احنا في العيله نعمل كمان تحليل البراك جين وكذا. فصدقيني اي نو هذا المرض قريب لعائلتنا كثير، فصدقيني فاهمه قديش يقدر يكون صعب. فيعني فقال جدا. فتعرفي ديانا احيانا بتلاقيها زمان كانت تبكي علي، هلا نشفوا دموعها والله، يعني بحسها انها مثلا بتكون معي في لحظات بكون انا فيهم ضعيفه وكذا، بتلاقيها هي اقوى مني، نشفوا دموعها قويت. محمد كذلك بتلاقيه مثلا في مره من المرات كان بطني مفتوح في احدى العمليات وما كان عندي مناعه انه يلتئم جرحي، اذكر تماما انه يكونوا هم اللي يواسوني انا ابكي لانه اولادي اصغار، يا ربي ليش عندك انت حطيتني بهذا الموقف، بدي اولادي يعيشوا طفولتهم، بدي ينبسطوا، بدي يلعبوا مع الاولاد. احس انه اولادي اخذوا قوه من مرضي، اخذوا قوه وقوه كبيره. شوفي انا مرات ما بحب القوه الزايده عن حدها، أيوة. لانه القوه الزايده عن حدها توصل البني آدم إنه يتمسح، صح، ما إنه يصير عنده أي يعني شوف والله أنا الحوار معاكي لا يمل والله يا ندى، بس إنه والله حتى عن انت جد يمكن فتحتي علي شغلات كثيرة. القوة الزايدة بالتعب، يعني أنا مثلا لما بتذكر إنه أنا هالحين مثلا في كامل قواي، بس أنا بتذكر إنه فترات كنت عايشة على كرسي متحرك، فترات كنت عايشة بدون مناعة، فترات كنت عايشة إنه الدكاترة يقولوا إنه يعني أكون أنا عايشة أو مناعتي صفر وأولادي جنبي، الدكاترة اللي في مستشفى الملك فيصل التخصصي يقول لأولادي just pray for her please، صلوا لها أمكم حتموت. يعني بتذكر هذيك الأيام، يعني كيف كايني بهالقوة اللي الله معطيني إياها، ما أدري شو نوع القوة اللي أربع الله أعطاني. مرات الكانسر، 4 مرات جاكي. 2003 صابني، بعدين 2007 رجع لي، وكل مرة كنت آخذ فيها، شوفي 2003 صابني بالثدي، أخذت الكيموثيرابي وأخذت الراديشن بال2007، وأنا بصباح الخير يا عرب نفس الشيء رجع لي، رجعت أخذت كيموثيرابي، ما كنت أتهنى على شعري، كان أول ما أتعالج يرجع شوي شوي يطلع، يرجع للمرض. 2009 رجع لي كمان، و2011 رجع لي، فالحمد لله رب العالمين. يعني ما كنت ألحق، يعني من 2003 ل 2011 كيموثيرابي راديشن كيموثيرابي راديشن كيموثيرابي راديشن، تعبت
متعب، تعب. كيمو ثيرابي يهز يهلك البدن شو يعني. يهلك؟ آه، اذا اقول لك انه كانوا عبافير سود يا ندى، يعني عماتك مرضوا وهذا لساني، لما امد لساني اسود، لفتي كانت حساسه، انفي من جوا حساس. مو سهل، خصوصا انه انا اخذت اصعب انواع الكيموثيرابي بالحياه، اخذت الجيمزار، التاكسول، اخذت اقوى انواع الكيموثيرابي. لما الحين تعرفي، بس اللي كان يزعلني انه ما كنت اقدر انه اطلع بالوضع اللي، يعني انا دائما يعني كنت معروفه اني انسانه دائما بدها تبث الطاقه الايجابيه، تبث القوه. لما اتعب ما احب اني اطلع للمشاهدين وانا تعبانه او انا ضعيفه. فهمتك، تحبي تخلي هذا الجزء من حياتك خاص لأنك شوفي تعبانة. انا بحكي معاكي، طب شوفي اذا فرجيتك ايدي يمكن الحين بترجف، لاني بتذكر مواقف مريت فيها كثير كانت صعبه، وما كنت كمان احب اني ابينها حتى لاهلي. انا ما كنت احب اني اقلق امي علي، ما كنت احب اني اقلق اخواني علي، ما كنت احب حتى اولادي انهم يشوفوني بوضعي. بصراحه القوه اللي كنت فيها يمكن بتهد جبال. بس ما شاء الله، والله الله يشوفك، ما يقول هذه واحدة عدت بأربع مرات كانسر، وتفاؤلك وما شاء عديت الله. عديت، بس انه للان بقول لك والله احكي لك بصراحه، قديش في ناس بياخذوا العقل وبيجننوا هيك، بس في ناس كمان كانت تحسدني على المرض وتحسدني على القوه. وهذول الناس اللي بقدر احكي لك اني قدرت اني اتخطاهم او قدرت انه اتجنبهم، ما ابغاهم بحياتي. هدول لازم يكونوا eliminated، يتشالوا تماما يعني، اي ما اي حد اصلا يعني. بس شوفي سبحان الله، ربنا ياخذ ويعطي يعني. شوفي يعني انت من شخصيات اللي انا بقول لك، على التلفزيون، على اللايف، على هذا، ما في بني ادم ما ياخذ من طاقتك الايجابيه هذه. You have good energy. تفتكر لما الناس اللي يقولوا لك عندك good energy، يعني الحمد ما لله. في knock on wood. احيانا انه الواحد بيحب انه دائما عن جد يبث هاي الطاقه الحلوه اللي عنده. عندي طاقه انا حلوه، بس زي ما قلت لك انا احيانا بتعب من القوه والله العظيم. بتعرفي انا مضت لي فتره ندى خايفه على حالي اني اموت، بدي احس بقيمه الدقيقه قبل الساعه، بدي احس بقيمه الثانيه قبل الدقيقه. تخيلي، قلت تحبي تعيشي يمكن اللحظة دايما، ما تحبي تفكري بدي اعيش لقدام. اللحظه. يعني انا دائما يحكوا لي فاديه انت ليش مش من النوعيه اللي كثير بتهتمي للمستقبل؟ ليش ما تفكري انك تتملكي؟ ليش ما تتفكري بالمستقبل انه يكون عندك اطيان وعندك ثروه وعندك وعندك وعندك؟ فكنت دائما اجاوبهم اقول لهم انا مش مستعده افكر في مستقبل يمكن انا ما اكونش فيه. فانا عايش اللحظه ومبسوطه بحياتي، مبسوطه اني مستانسه مع اولادي هيك، مستانسة شو أملك. بملك ريال بعيش فيه، بملك 100,000 بعيش فيها، بملك مليون بعيش فيها. يعني أنا هيك بعيش اللحظة ومستانسة بحياتي. بس هو حلو اللي تعيش اللحظة، كمان التخطيط الزايد أحيانا متعب. الناس اللي يخططوا كثير لقدام ما يعني، بخطط أنا لقدام، ما بخطط. أنت بتعرفي أنا هالحين لما بطلع أنا ماسكة شنطتي فيها محفظتي، أوكي يمكن الحين بدي أجيب لك الشنطة، وفيها جواز سفر. انا ما تستبعدي انه انا في فتره من الفترات كنت حاطه جواز سفري بالشنطه والله العظيم. عشان السفر وما لا لا، كنت لما تطلع في بالي اني اسافر اروح على مطار هنا في الرياض، كنت اطلع على المطار اقول له ايش عندك اقرب طياره، يقول لي لبنان، الاردن، كذا. قسما بالله احجز على وانا في المطار اقول بدي اطلع غير جو. فأنا كثير كثير من النوعية اللي بحب أعيش، بحب أغامر، بحب أسافر، بحب أتخذ مثلا هيك قرار فجائي تغير أعمله الجو. وأطلع. إيه، فهاي هي حياتي، معايشة اللحظة ومبسوطة فيها. طب حكينا اليوم عن شركتك شوية، ايش عن شركتك، ايش تعملي شركتك، شركتي أنا هو عندي أنا كثير وكيف شغل، يعني كيف بدأت، كيف بدأت فكرتها، وكيف كان هذا حلم ليكي صار ولا جات صدفة؟ لا لا ما حلم ولا شيء. انا حلمي كان بالاعلام، اني اشتغل بالاعلام،
بس حلم البزنس لا، ما كان عندي حلم اني اعمل بزنس صراحة، بس تفضل. الاعلام يعني الاعلام ما بيطعمي خبز ندى. على قولك يعني كل الاعلام الاشياء، هي بتقدم لي الاشياء اللي تحبيها علاقات. دائما ما تجيب لك كاش، والاشياء اللي ما اي 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 تحبيها هي اللي تعمل لك كاش. ففتحت الشركة بصراحة، يعني انه هيك فتحت لعب، يعني فتحتها هيك بدي اكون اطلع هيك انجز اعمل كذا. حلم لا، انا حلمي اني اكون في يوم من الايام عامله امبراطوريه فاديه، عامله مشروع يطلع لي دخل انه ما اردش اي حدا يدق بابي يطلب مني طلب. هذا حلمي، هذا الحلم اللي انا بطمح انه يكون عندي، انه مثلا اذا حدا اتصل في تليفون قال لي الو فاديه تقدري تساعدينا مثلا بهالشغله الفلانيه، تقدري تامني لنا منحه دراسيه، تقدري تعالجي لنا ام المريضه، انه تقدر اقدر. هذا انا حلمي، انه في يوم من الايام يجي هذا اليوم وان شاء الله يكون عندي امبراطوريه خيريه، اني اكون قادره اني اسعد كل اللي حولي، اني ما اقولش لا لحدا. فكره الشركه خطرت على بالي ان يعني هيك ضحك ولعب اجت، فرحت على طول. احنا بدبي كثير عندنا التراخيص سهله سهلة. ابدا يس، فعلى طول فتحتها. بلشنا فيها اول شيء نعمل حفلات صغيره، اعراس، بي ار، ديجيتال ماركتينج، سوشيال ميديا، وبلشنا شوي شوي. بلشت يعني من مستوى بسيط جدا لمستوى الحين صرت ارفض انه ندخل بمشاريع صغيره. فالحمد لله هلا يعني شركتنا عندنا مشاريع كبيره بنشتغل عليها، بنشتغل عليها ديجيتال ماركتينج، سوشيال ميديا، بي ار، فعاليات، اداره فعاليات بشكل عام. وعندي شركه كمان بتركيا، شركه للعقارات، هاي انا بعتبرها كمان من المشاريع الحلوه اللي عملتها بحياتي. يعني يمكن هذا المشروع اللي هو بتركيا، الشغل اللي اشتغلته من 3 سنين للحين عن شغل يمكن ناس بدها ب 15 سنة لتشتغله. حلو. فشركة العقار يس، يمكن السناب شات أنا بيساعدني ندى، أو الإعلانات اللي بعملها على السناب شات لشركتي لشركة العقار في تركيا، هاي كثير كمان فادتني. إحنا بتعرفي عندنا فولورز وبتابعوني والحمد لله. يمكن يمكن هذا الشيء اللي أنا بحبه في متابعيني، إنهم بيثقوا فيي وبيصدقوني. فما بقدر اني اعمل اي اعلان اذا ما كان هذا الاعلان يبيض وجهي قدام العالم. ان كان لشركتي، ان كان لناس ثانيين، ان كان لا انا قاعده اشوف، قاعده لا. اشوف، انا بتابعك على سناب شات. ولا حلو كمان في سناب شات حقك، انت قلتي ذاك اليوم في واحده من مقابلاتك يعتبروني مؤثره، بس ممكن اكون مؤثره. انت اكيد مؤثره، مو ممكن، ان انت شاء الله. اكيد مؤثره. ولا حلو دائما عندك كده، اظنك انت ما تلاحظي، بس انت في يومك العادي لما تتكلمي وتقولي امثله واشياء زي كده، انت بتنصحي وبتدي ناس كثير افكار واراء واوبينيونز. يمكن انت ما تلاحظيها، بس انت بطريقه غير مباشره بتساعدي كثير حواليكي من مواضيعك يعني بصراحه. بحاول اني قدر الامكان ابث رسائل بطريقه عن جد غير مباشره. شوف الناس ما بتحب اللي بينصح، لانه احنا مش كاملين، الكمال لله. يعني انا مثلا لما بنزل على الاردن بتلاقيني مثلا بصور مع اهلي، مع ماما، مع اخواني، بعطي رساله للناس كيف انه الجو الاسري هو هذا احلى شيء بالحياه. لما مثلا بحترم امي، هذا انا، هذا انا. لما مثلا بتكون علاقتي مع نسوان اخواني، مع اخواني، هذا هيك المفروض تكون الحياه. الحياه لازم تكون بسيطه، لازم تكون فيها، او لازم تكون مبنيه على الاحترام، لازم تكون مبنيه على الاحترام حتى ما بيننا وبين اخواننا، كيف نكون اصدقاء لاخواني، لاولاد اخواني، كيف مثلا انا لما بصور مع اولادي محمد ديانا، كيف مثلا رساله للام كيف تعامل اولادها المراهقين. هاي الرسائل اللي هي التوعويه الغير مباشره، هاي يمكن بتفيد اكثر من ما انه اعملوا هيك مع اولادكم، سووا هيك مع امهاتكم، لازم تكون هيك علاقتكم مع اخوانكم. دائما النصيحه بتحسيها انها مرفوضه في حياتنا، فهاي الرسائل لما تكون غير مباشره بتكون احلى، ويمكن بتوصل اقرب. والنصيحة تكون حلوة كمان من شخص عنده خبرة أو عنده معنى. يا كثر الناس اللي في السوشيال ميديا اللي بده نصائح، هم يحتاجوا نصائح صراحة. يعني هذول يا كثرهم ندى، لما بتلاقي ناس بتنصح وهي والله والله يبغى لها ثيرابيست.
لا هي ناجحة بحياتها ولا بتعرف تتصرف، وبتلاقيهم قاعدين بينظروا وبيحطوا نصائح وبيحطوا شغلات، وهم ما هم عارفين وين الله حاطهم. صح يكفي للأسف. احنا بنقدر نقول ان بندخل على العالم من قلب صادق وقلب والله من جوا القلب بنشتغل. يعني الحياة اللي احنا عايشينها بنحاول قدر الإمكان انه نبثها او بنرسلها بطريقة يعني هيك شفافة للمتلقي. بس تعرفي انه هذا الشيء يبان، يعني اديكي مثل، يعني انا من شخص اتابعك وفي كثير ناس اشوفهم في السوشيال ميديا، البني ادم اللي انا دائما اقول تبان اصوله تبان طريقته من حكيه، لانه كل يوم تطلع على السوشيال ميديا في النهايه يبان طبعك اذا هو مصطنع او غير مصطنع، هذا شيء جدا واضح. وللاسف احنا عندنا في السوشيال ميديا عامه للاسف في كثير، كيف اقول لك، اصطناعية، وللأسف في كثير ناس ماديين، وهذا شيء جدا مرة مو حلو. بس أحس تستطيع، هو مش بقول لك تستطيع أن تمثل لبضع الوقت ولكن لا تستطيع أن تمثل طول ثلث الوقت. أكيد الواحد بينكشف، الواحد قد ما يقدر إنه مثلا يدخل بنمط أو مثلا يتصرف تصرفات مش هي فيه، بيقدر يضحك على الناس يوم يومين شهر شهرين، بس ما بيقدر يمثل على طول. عشان كده انتي حبيبة الجماهير لعلمك. والله انا اقول لك هاي حبيبتي الجماهير، ليش؟ لاني انا بحب كل اللي حولي، ما بكره حدا. بتعرفي حتى وانا مريضه كنت شكلي احبه، كنت اطلع في المرايه احبها، اطلع في كل اللي حولي احبهم. حاليا انا مع الناس بحب كل اللي حولي، ما بكره حدا او ما بحقد على حدا، والناس اللي بتضرني بتلاقيني بتجنبهم، ما بكرههم بس بتجنبهم، بس ما بحب اني احتك فيهم عشان ما اكره ولا قلبي يتعود على الكره. لأنه الكره كلمة كبيرة، أنا أحس إنه تكرهي أحد شيء كبير وياخذ لا من لا طاقتك، وما في داعي تشيلي تحط الطاقة السيئة هذه، فأفضل تكوني زي ما قلتي بعيدة. طبعا لما بتلاقوني مثلا كثير بيقولوا لي فادي انت كيف مثلا ذكيه اجتماعيا او بتقدري انه تتصرفي مع الناس كلهم بشكل حلو. يعني سبحان الله، يمكن جزء من شغلنا احنا بالاعلام، وانت بتعرفي ندى، بدك تكوني مرنه مع الكل، بدك تكوني فليكسبل مع الكل، بدك تكوني محبه للكل. فهذا الشيء صعب، مش سهل ترى انك تكوني شوي عندك مجاملة ذكاء. نعم. اي شوفي، في فرق بين المجامله او خلينا نقول الدبلوماسيه. دبلوماسية أكثر، صح، دبلوماسية هي كلمة صح. الدبلوماسية تكوني مثلا ذكية اجتماعية بحيث انك تكوني دبلوماسية مع الكل. يعني ياما بتلاقيهم ناس قدامي منافقين، بس اقسم بالله انهم قدامي، خلني احكي لك اياها بالعامية، سوري لهالكلمة، انا نعم عريانين بيكونوا قدامي، عريانين. انا كاشفيتهم بيكونوا مشلحين قدامي والله، وبكون كاشفيتهم انهم منافقين ومع ذلك بمشيلهم. بس الحلو هذا انه ذكاء، هذا دهاء لعلمك، هذا دهاء. الحلو ذكاء، ما بعرف شو اسميه، انه كثير في عالم قدامي بيكونوا مكشوفين قدامي، مكشوف عريانين، بقول لك قدامي والله شايفيتهم، وبقول في عقلي كيف بيقدروا انهم ينافقوا، كيف بيقدروا انه عندهم هالتلون انهم يكونوا ملونين. أنا بس ما بنفس أتمنى، الوقت بكون جدا حذرة معاهم، بكون جدا عاملة حدود بيني وبينهم، حدود منيعة. بس ما بقدر اني يعني بحكم الشغل وبحكم لازم شغلنا هذا ما بتقدري تقطعي خالص. ماما دائما تقول لي جملة، احرجي الناس بأدبك. بس بتعرفي في ناس، وهذا الشيء يمكن اتعلمته من اولادي، عمري ما بنسى ولدي محمد وهو عمره 18 سنه قال لي ماما انت كثير محترمه زياده عن اللزوم. قلت له شو قصدك؟ قال لي في ناس ما بيعرفوا شو معنى احترام، صح، فبدك هذه تتعاملي بنفس اسلوبهم لحتى، لانهم ما بيعرفوش شو معنى كلمه محترم. ففي ناس بتضطر انك تتعاملي معهم بنفس اسلوبهم، البعض القليل منهم اللي مروا في حياتي. ما لا انا والله ولله الحمد، يمكن الله منعم علي بفئه من الاصدقاء او الاغلبيه من الاصدقاء اللي بحياتي معظمهم محترمين، ولاد ناس واكابر،
فمش مضطره اني اقلل، او يعني مضطره اني اتعامل معهم في زي ما بتعامل معي. بس الناس اللي هم احيانا بيجبروني اني اتعامل معهم بعدم احترام، مضطره اني اتعامل معهم، لانهم زي ما قال لي ولدي محمد انه هذول ما بيعرفوا شو معنى احترام. بس والله ما تتخيلي قديش انه قصتك من اكثر، انت من اكثر الاشخاص اللي ملهمين انا اشوف في عالم الاعلام، في قصص، قصه حبيبي الاشياء اللي مريتي فيها ما تتخيلي لاي درجه. ويعني تعرفي لما نعم اعمل لقاء مع اشخاص اوكي اقرا عنهم، انت ما في مقابله واحده انا فوتها اتفرج عليها لانه تجذبيني 27 دقيقه 30 دقيقه يوتيوب احضرهم، لانه ما مل مع انه لما انا اقابل طبيب ثاني يكون اشهر دكتور وعنده قصص كثيره يمكن اي تكون حلوه مواضيعه، بس الكاريزما شويه غير موجوده. انت ما شاء الله عليكي ما تتخيلي، يعني اشكرك فعلا على اول شيء انك كنتي على اللايف حقي حبيبتي. انا البسيط، لها هذا الصفحه شرف البسيطه لإلي انا، حقتي. شرف لإلي انا ندوشه، والله 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 انا والله. وان شاء الله شرفت تيجي وانا مره الايام نفسي نتقابل. تفضلي. والله نتقابل هيك فيس تو فيس، لازم مش لازم زي لانه الانستغرام اللي على المعدة قبل شوي. الانستغرام والله العظيم صار لي ضغط نفسي يا شيخ. انا عركت من كتر ما كان يشتغل، قلت مع الحمل انا خلاص 3 اسابيع اولت بس حرانه طول يا شويه. رب ان شاء الله على خير ان شاء الله يا ان شاء الله حبيبتي. وان شاء الله اجيكم دبي دحين خلاص. انا ما سافرت صار لي من 2019 فخلاص، يعني بس انا زوجي كويتي فبين الكويت وجده، أدري إيه، فخلاص صراحه يعني حاسه انه ابغى انطلق، ابغى اطعم. انا اظني اخر واحده يعني لين دحين ما طعمت. والله أنا أخذت المطعوم، وإن شاء الله أنا على السعودية جاية إن شاء الله فيها خلال كم من يوم طبعا لازم تجي الجايين. الموسم، عندنا الموسم من الرياض لازم تجي. عندي هلا طبعا عندي الحين سفريات كثير في أكتوبر، وعندي كمان مهرجان الجونة طبعا أسافر. فعندي كم سفرية، بس أنا عندي هلأ نمبر 1 لازم إني أطلع على الرياض، وإن شاء الله بسافر على جدة إن شاء الله. عندي لازم ترى زيارة جدة دحين، على هي الرياض دحين الموسم فيها، جدة تعالي لي يا على رب فورمولا 1 ديسمبر. السعودية صارت اكتف يعني، عرفتي كيف؟ أدري، بس لي زمان أنا ما زرت السعودية. أنا بوجه تحية لأهل السعودية، ودائما بقول السعودية احتضرتني يا ندى، ما أقدر أنكر فضلها أبدا علي والله انت أبدا. مننا وفينا، اصلا احنا حاسه انا بتكلم معاكي ماني حاساكي من السعوديه، عارفه الرياض والله وعارفه كل والله لهجتنا أشوف السعودية فترة زمنية طويلة جدا، ما بحياتي حسيت إلا إني بنت الرياض، بنت السعودية بشكل عام. فألف شكر للسعودية اللي احتضنتني، وألف شكر لناسها المحبين، وألف شكر لصديقاتي اللي 30 سنة للحين صديقاتي. هي. شوفي الصداقات اللي تعمليها احس في السعوديه، يعني شوفي انا مهما الف دائما تظل موجوده، بالذات صداقات بين اهل الرياض اللي هم دائما اقول انا من جده، الصداقات اللي تعمليها في الرياض لما تكون موجوده وقويه تقعد للعمر كله. انا بقول لك، انا صديقاتي امبارح بنات القصيبي كنت اتكلم معاهم، مثلا والله اقول لهم، اقول في عقلي يا ربي ايه، تعرفوا احنا من متى بنعرف بعض؟ من 30 سنه تخيلي. لا ف ترى انا والله قرايب امي متزوجين قصيبي برضو. ايه انا اسمعي، امي في على فكره في كثير ناس بيكتبوا لنا تعليقات الحين، انا انتبهت، بس انا ما اي شوفي في كثير عالم. يعني السعودية، كل أهل السعودية لك فيها، لك يا فادية، فديتك يا فادية، أحلى منسف في لعيونك يا فادية. مناسب والله انا لازم اجيك يا اخو اكل منسف، انا ترى عندي صحبات اردنيات كثير في عمان وبيت بلبيسي ومقدادي. اخر مره رحت من 8 سنين من ايام الجامعه، كنا ندرس مع بعض في امريكا في بوسطن، فرحت لهم مرتين على عمان بس ما رحت بعدها، بس نفسي اجي قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واحنا حابين ان عن جد ان كان انا او ندى اليوم كنا نحكي قبل اللايف، ان نوجه رساله لهالستات انه انهم يستمروا، شو ما كان في عندكم محبطين، شو ما كان في عندكم ناس مثلا ما بتحب لكم النجاح، استمروا. واوعوا تفكروا انه الوحده اذا فشلت معناته انتهت، قد تكون يمكن الفشل يمكن بدايه لطريق نجاح نجاح جديده. فدائما كونوا مغامرين، كونوا أقوياء، كونوا دائما مع الناس اللي هم الإيجابيين اللي يرفعوا منكم مش ينزلوا منكم. انتبهوا، التردد ابعدوه عن حياتكم، الخوف ابعدوه عن حياتكم، دائما احلموا، لأنه الحلم
رح يتحقق في يوم من الأيام. والله يا ندى كانت في عندي أحلام كثير كبيرة، الحين بلشت أني أستشعر فيها، أني أنا مثلا كنت أحلم أنه يكون عندي في يوم من الأيام شغلة معينة صارت عندي، أحلم في يوم من الأيام أنه أكون في مركز معين وصلت له. فالحلم ترى جزء من النجاح، أنه لما بتحلموا وتكونوا مثلا مصرين انه هالحلم هذا راح يتحقق في يوم من الايام راح يتحقق، بس ما تترددوا وما تخافوا. والله صراحة كلك يعني مرة شكرا على الكلام الحلو صراحة. ما شاء الله يعني أنا العربي شوية حقي أحيانا ركيك في أشياء، فأنت قلتي كل شيء لا انا أبغى أقوله. الانجليزية عندي ركيكة، أنا العربي فالعربي شوية ركيك لأنه مع الجامعة والشغل، ف يعني لما أشوفك كيف تتكلمي بالفصاحة باللغة العربية أقول يا ريت إنه أنا عندي هذا الطلاقة في ال حبيبتي يا ندى ما عليك زود. تسلمي. شكرا مرة كثير على حضورك، وإن شاء الله أشوفك قريبا في دبي أو في السعودية. يا رب ان شاء الله يا ندى، والف شكر إن شاء الله للمتابعين اللي كانوا معانا، والحين راح بينحفظ اللايف صح هذا ولا لا يا ندى؟ أحفظوها، حطوا على الصفحة حقتي وهرسل لك إياها عشان تحطيه عندك كمان. يا ريت يا ريت نحفظه، أكيد لانه ان شاء الله انهم يكونوا الناس استفادوا الى أكيد حد ما. هبعت لك إياها، أحطه على بودكاست أنا كمان وأرسل لك إياها وكل شيء، دونت وري. إن شاء الله بحبك كثير ندى، أنا كثير وثانك يو أتمنى فيري والله. ماتش على هالاستضافة الجميلة اللي هي كانت خفيفة ظريفة، وإن شاء الله أفهمت الناس تكون استفادت من هاللايف الحلو. أكيد منك مين ما يستفيد صراحة. وشكرا كمان للي بتابعونا، أنا شفت هالحين وأنا قاعدة أطلع، أنا على أي فكرة ما بشوف كثير من قريب، بس في ناس بتابعونا من النرويج ومن ومن فلسطين بقى أنحاء العالم ومن السعودية، فألف تحية وألف مساء حلو لإلكم. انتوا اللي على فكره، وانتوا بتقول لي فاديه طاقه ايجابيه، انا اقول لكم شغله، الطاقه الايجابيه الناس تاخذها دائما من الناس اللي حولها، فهالطاقه اللي عندي صدقوني صارت او ظلت عندي او نمت عندي بسببهم، بسبب هالمتابعين الحلوين. أظن برضو أنت عندك إياها من الله والله. الله يسعد قلبك. تسلمي، مع السلامة. Thank you لك مرة ثانية ندى، كيفك؟ حبيبتي قلبي، أشوفك على شكرا خير. لك مرة ثانية باي. للمليون. Thank you مع thank you السلامة. شكرا لمتابعتكم. Thank مع you. السلامة.